معكم أيمن بن عمار، فنان مغربي يلاه بادي مدينة تطوان. يلاه صدرت أول كليب ديالي تحت عنوان لي في قلبي، واختصاص ديالي الغناء إلا دونس، يعني شوية شومان ووالا سي سا. عمر ديالي 23 سنة. أول حاجة شبه ديال الله، ماشي زعما شبه ديال الله، وسعد مجرد فنان كبير، فنان عالمي، تحية ليهم هذا المنبر هذا. وكل واحد والستيل ديالو سي سا، ما كاينش شي الشبه وصافي. انا كندير ارين بي بوب، وكندير لا دونس، كندير لا كوريغرافي، شو ان دونسور او طون كو شونتور. سي سا هذا هو الكليب. الكليب ديالي تدخلوا شوفوه، غادي تلقاو واحد التنوع كاين، يعني او ميم طون انا كندونسي مع لي دونسور، كندير الشو. سي سا. اول حاجه فنانين مغاربه كاملين واعرين وكاملين واصلين، وبارمي الفنانين انا كانت انسبيرا بزاف من الغرب، مثلا فحال كريس براون، فحال جاستن تيمبرليك، فحال هادو هما الفنانه. وطبعا حتى الفنان العالمي سعد مجرد شرف لينا نوصلوا يعني الدرجه ديالو. سي سا.